رأيك في المقابلة والفوز اللي عدت به اليوم من مدينة سطيف أمام رديف وفاق سطيف؟ والله الحاجة الأولى الحمد لله على النتيجة الإيجابية وعلى المجهودات اللي قدموها لولاد طيل 90 دقيقة. الحاجة اللي نهزوها في عين الاعتبار نقدروا ما نطيحوش مرتين في المنافسة، ولكن نقولوا سطيف عمسنا شفنا عدة مباريات تاعهم، نقدروا نقولوا أضعف بلا ما نجرحوا في الناس، نقولوا أضعف نسخة تاع وفاق سطيف في السنوات الأخيرة. شيء اللي حبينا نخدموه ونستمروا فيه جسدوه الاولاد فوق ارضيه الميدان، حتى ولو نقولوا ما نقولوش المباراه كانت سهله نوعا ما، احنا صعبناها على انفسنا بالفرص العديده اللي اتاحت لنا باش نجسدوها وباش نسجلوا الاهداف. انسيستينا على الاولاد بزاف على النقطه هذه باش يكونوا افيكاس قدام ليبيت، مالغري سا رطا ودخلنا في نوع من التساهل، وكانت عندنا عده اخطاء خاصه في الشوط الاول من الجانب الدفاعي، باركنا الوضع في الشوط الثاني ومع اجراء بعض التغييرات اللي نقولوا الحمد لله كانت ناجحه، خاصه التغيير تاع اسامه بركات اللي حطيناه مهاجم ايمن اعطانا اضافه كبيره في حوصله اللقاء. نقولوا ما نقولوش احنا ادينا لقاء كبير وكبير جدا، لكن كاينين مقابلات يتربحوا وما يتلعبوش، حتى ولو كان الاداء تاعنا مرضي نوعا ما الحمد لله قاعدين نشوفوا الاولاد في منحة تصاعدي، ان شاء الله يكملوا في هذا الديناميكيه تاع الفوز، لان ما يخفاش عليك ملي يبدا العام ما اونطاميناش دو ولا تروا فيكتوار ورا بعضهم، نتمنوا ان شاء الله نهار الاثنين يزيدوا يقدموا مباراه اللازمه وزيد تكون نتيجه ايجابيه مع فريق حسين داير. وبارك الله فيك، يعطيك الصحه.